الو ديانج للفترة القادمة. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا على صفقة لاعب المولودية الو ديانج. الصحف الجزائرية ووسائل الإعلام الجزائرية بالتأكيد حاضرة طول البطولة وموجودين معانا طول البطولة. يمكن في جزئية أنا اهتميت أتكلم معاهم في هذا الموضوع، لأن الصحف الجزائرية والإعلام الجزائري ولاعب اليو ديانج بيلعب في نادي المولودية، نادي المولودية من الأندية الكبيرة في الجزائر، فبالتأكيد عندهم معلومات، عندهم تفاصيل عن إمكانيات هذا اللاعب. بصراحة بأمانة يعني مش عشان بيلعب في النادي الأهلي، لكن أنا اتقال لي كده مواصفات واتقال لي تفاصيل هنشوفها ان شاء الله في المباريات خلال الفتره القادمه، وان شاء الله باذن الله يكون لعيب جاهز للمرحله الجايه. لكن اتقال لي كده نصا من الاعلام الجزائري والصحفيين الجزائريين، اليو ديانج صفقه قويه جدا لاضافه لاعب قوي في خط وسط النادي الاهلي، تحديدا في مركز لاعب خط الوسط المدافع. قالوا لي ارقامه وامكانياته الدفاعيه في قطع الكرات وافساد اي هجمه للفرق المنافسه بيبقى فيها 10 على 10، بيؤدي هذا الدور بشكل متميز جدا. من الصعوبات اللي كانت بتواجهها بعض الانديه الجزائريه سواء اتحاد العاصمه او وفاق سطيف تمركز اليو ديانج في وسط المدافع وتحركه على الاطراف لافساد اي هجمه للفريق المنافس. امكانياته البدنيه عاليه جدا، تحركاته متميزه جدا، لعيب دفاعي في خط الوسط تقدر تستفيد بيه في اي مكان ويقدر يسد لك اي ثغره دفاعيه خلال الفتره القادمه. ده كان وصف للاعلام والصحفيين الجزائريين عن امكانيات اليو ديانج كصفقه متميزه للنادي الاهلي. وقالوا لي كمان فكره ان النادي الاهلي تعاقد مع هذا اللاعب في سريه تامه، ده منح الاهلي فرصه ان هو يخلص الامور بكل بساطه، لان اللاعب ده كان محط انظار عدد كبير جدا من الانديه الفرنسيه والبلجيكيه خلال اخر سنتين، ولا اخفى عليكم سرا كمان احد الانديه الكبيره جدا في شمال افريقيا اللي دايما بتنافس النادي الاهلي في المنافسات الافريقيه واتصل معاه الى مراحل النهائيات. فده كان جزء مهم جدا بالنسبه لاليو ديانج. محمود ده وحيد بيغيب